مرة تانية برحب بحضراتكم وبأكد بس قبل ما أرجع لحواري مرة تانية مع الكابتن الكبير عادل طعيمة إنه ماتش الأربعاء إن شاء الله هيسمح بدخول 50,000 مشجع في استاد القاهرة، ورهاني كبير جدا جدا على جمهور النادي الأهلي العظيم في المباراة دي. بالتأكيد هيكون ليه دور، وبالتأكيد زي ما عودنا هيكون اللاعب رقم واحد. هرجع لسيناريو المباراة، بس خليني أقول لكم اللي قلته في الفاصل كابتن عادل، وابتدي بيه كلامي مرة تانية وأفكركم بالسؤالين اللي قلتهم ليه قبل الفاصل. كنت بقول لكابتن عادل إن 90 دقيقة اللي جاية دي هي أهم وأصعب 90 دقيقة في مشوار الأهلي في البطولة دي، وابقوا افتكروا كلامي كويس. مرة تانية أهلا بيك كابتن عادل. أهلا. كنا بنتكلم على سيناريو 90 دقيقة اللي جاية، وكنت بقول لك إنه يعني من وجهة نظري إنه سان داونز واحد من أفضل فرق بتلعب كرة في أفريقيا، وفرقة ما ينفعش لا تسيب لها مساحات ولا تغامر معاها هجوميا بمنتهى الصراحة. ليه؟ عندهم تحولات سريعة جدا، عندهم لعيبة من وجهة نظري كويرة، يعني في لعيبة كتير في ال 11 اللي موجودين في الملعب كورتهم حلوة، لما بيجيله الكورة مفيش بانيك، بيعرف يتصرف بيها وبيعرف يثبت عليها وبيعرف يستنى واحد واتنين يظهروا له، عندهم انتشار هايل جدا. فبالتالي فكرة المساحات مع سان داونز مقلقة جدا بالنسبة لي، ازاي اتعامل معاها مارسيل كولر؟ طبيعة النادي الاهلي دايما الطبيعة الهجومية باستمرار، النادي الاهلي بيهاجم باستمرار على طول يعني. يمكن علشان كده الناس يمكن زعلانة شوية من الماتش اللي فات انه الجانب الهجومي ما كانش زي ما قال في المؤتمر. بالظبط بالظبط. الجانب الهجومي ما كانش فيه الكثافة اللي احنا محتاجينها. فده مش طبيعة كرة النادي الاهلي، لكن كولر من ساعة ما جه بيلعب عملية الضغط مع عمليه سرعه الارتداد، فبيهاجم كويس قوي وبيدافع كويس قوي. الجنود بقى اللي هو المفروض عايزه، لما نفتكر كده بالذاكره افضل ماتشات لعبناها لما كان حسين الشحات وتاو بيعملوا ايه؟ شغالين في ال 70 متر رايحين جايين، طبعا اللياقه البدنيه عاليه، وبعد ما كان الاثنين يعني الناس بتنادي لا ومش لا وبتاع، ايه اللي حصل؟ بقوا اهم لاعبين، كانوا بيأدوا الواجب الدفاعي والواجب الهجومي. فطبعا ده بيخليك بتلعب باربعه خمسه واحد، وبعدين وانت بتهاجم بتبص تلاقي نفسك سبعه مع واحد ومع اثنين او ثلاثه في خط الظهر، فبتأدي الواجب الهجومي على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت الجانب الدفاعي بمجرد ما الكره بتتقطع منك بتعمل عمليه الضغط، محتاج راس الحربه اللي بيلعب مع الاثنين اللي في المقدمه، وانا بضغط على الراجل المدافع بضغط ضغط جماعي وبشراسه مش بحلق. ما هو في فرق بين مان تو مان، ايوه، وفي فرق بين ان انا راجل شغال في فرق انك بتضغط على اللعيب، وفي فرق انك بتقفل عليه زاويه التمرير. يعني انا بلاقي راس حربه كل معاه بتلاقيه بيروح متزحلق وطاير، بتشوفها انت في اوروبا. أيوه. وفي كل حته راس الحربه ده يعني انا يعني كان عندي فراو ده كان بيوقف ثلاثة أربعة في خط الظهر ما حدش منهم بيقدر يطلع. يضغط هنا ويضغط هنا سبرنتات، دي اللي محتاجين نشوفها. مين اللي يعملها في الاهلي يا كابتن؟ كهربا يعملها. كهربا يعملها. كهربا يعملها، واي حد يعملها لو في اراده ولو في تعليمات ولو يبقى عارف فيه ويبقى فيه حساب على كل حاجه على كل كوره. وقبل الحساب انت وانت بتلعب كوره لابد يبقى في حاجه اسمها انا بستمتع وانا بادي. مش بادي اداء واجب. أيوه. انا بلعب بشتغل شغلانه جميله بتديني دخل كبير، بتديني سوكسيه، بتديني هجوميه، بتديني تاريخ، بتديني بطولات، بتديني كل حاجة جميلة. أنا لازم أضحي في التسعين دقيقة ديت إن أنا لما بضغط، لما رضا بيضغط وكهربا بيضغط وتاو بيضغط أو حسين الشحات أو أي حد في المقدمة مع الثلاثة نص الملعب ضغط جماعي. ما أنا لو أنا كسلت الراجل اللي أنا مفروض معاه. أنا ما سألتكش على حسين، هو حسين ليه ما نزلش؟ ما كانش ماتش حسين الماتش حسين الماتش اللي قبليه ما كانش في حالته. ما كانش في حالته. صح ولا؟ وبعدين مين عارف الراجل برضه مخلي حسين لفتره معينه الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي في ملعبنا برضه هيبقى محتاج له في اوقات معينه، ممكن يبتدي بيه، ممكن يخليه شوط تاني، ممكن يخليه في يعني الراجل ده احنا بنثق فيه كاهلي ولا لا؟ اكيد طبعا. بس اكيد طبعا اي اصوات تانيه بقى؟ لا لا لا، الناس اللي هي احمد في ناس ما عندهاش شغلانه غير ان هي تحاول انها تهاجم النادي الاهلي، ومن خلال المدير الفني انا خبط في المدير الفني علشان انتصارات النادي الاهلي.